بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية بفرع التاريخ. النهاردة بمشيئة الرحمن بناخد درس جميل جدا جدا، وهو الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة الإسلامية. الحصة اللي فاتت كنا بنتكلم مع بعض عن البعثة النبوية، وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40 سنة، بدأ يحاول يدعو للدين الإسلامي، ومرت الدعوة الإسلامية بأربع مراحل مختلفة. أولهم المرحلة السرية اللي استمرت 3 سنوات، وبعدها المرحلة الجهرية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجهر فيها بالدعوة الإسلامية، وبدأ الناس يعرفوا الديانة الإسلامية. ولكن عرفنا إن قبيلة قريش كلها رفضت الدعوة الإسلامية لأكثر من سبب، وخدناهم بالتفصيل الحصة اللي فاتت. وعرفنا إن قبيلة قريش حاولت تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الدين الإسلامي، والرسول رفض. وآخر حاجة وقفنا فيها إن المسلمين هاجروا إلى بلاد الحبشة، والرسول بدأ يدور على مكان جديد ينشر فيه الدعوة الإسلامية، والتمس النصر من أهل الطائف، ولكن أهل الطائف أهانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأذوا الرسول. وبكده الرسول بدأ يفكر في طريقة جديدة إزاي هيقدر يحمي الدين الإسلامي، وإزاي هيقدر يحمي بيها المسلمين وينشر فيها الدين الإسلامي. وعشان كده النهارده درسنا بيتكلم عن كيفية الهجرة من مدينة مكة والبحث عن مكان آخر لنشر الدعوة الإسلامية. فبيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ إن هو يأخذ فكرة جديدة، وهو إنه يعرض نفسه على القبائل التي تفد إلى حج الأصنام حول الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف جنب الكعبة يستنى الوفود اللي جاية تعبد الأصنام، يبدأ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وعبادة الإسلام، وبيطلب منهم النصرة والمساعدة عشان يبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما منعته قريش من ذلك. وفي عام 11 من البعثة، يعني بعد ما الدين الإسلامي نزل ب11 سنة، وفي موسم الحج، التقى الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 رجال من أهل يثرب. يثرب دي اللي هي المدينة المنورة حاليا، وكنا عارفين إن يثرب ديت من أول حصة كان بيعيش فيها قبيلتين مشهورين جدا، هما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. الرسول صلى الله عليه وسلم التقى ب6 رجال من أهل يثرب، دعاهم إلى الإسلام فأجابوه بعد أن تيقنوا وتأكدوا إن هو النبي اللي حدثهم عنه اليهود، وعادوا إلى مدينة يثرب يدعون قومهم إلى الإسلام. يبقى في سنة 11 من البعثة أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال من مدينة يثرب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم 6 رجال من مدينة يثرب بدأ يحقق جزء صغير حتى من فكرته إن هو يبدأ إن هو ينشر الإسلام خارج مكة. بالتالي اللي هو سنة 12 من البعثة حدثت حاجة مهمة جدا جدا للمسلمين، وهي ما تسمى ببيعة العقبة الأولى. 6 رجال اللي أسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا بدأوا يدعوا قومهم إلى الدين الإسلامي، رجع للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة اللي وراها اللي هي سنة 12 من البعثة 12 رجل من مدينة يثرب، 10 من قبيلة الخزرج و2 من قبيلة الأوس، وبايعوا الرسول. بايعوا الرسول يعني اتفقوا مع الرسول وعاهدوا الرسول على ألا يشركوا بالله شيئا، لا يسرقون، لا يزنون، لا يقتلون أولادهم، ولا يعصون في معروف. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، طب ال 12 رجل اللي أسلموا دول هيعيشوا في مكة ولا هيرجعوا يثرب؟ أكيد هيرجعوا يثرب. طب مين هيعلمهم الصلاة؟ مين هيعلمهم الصوم؟ مين اللي هيحفظهم القرآن؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب ابن عمير، وده يعتبر أول سفير في الإسلام، عشان يعلمهم أمور دينهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مع المسلمين في بيعة العقبة الأولى واحد اسمه مصعب ابن عمير ليكون أول سفير في الإسلام. وبعد ما مصعب ابن عمير قعد مع المسلمين في مدينة يثرب سنة كاملة، يعني في السنة اللي وراها على طول سنة 13 من البعثة، رجع المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم. فاكرين كانوا مسافرين كام رجل؟ ايوه 12 رجل، بس رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم في السنه اللي وراها سنه 13 من البعثه 75 مسلم، 73 رجل وامراتان، والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم سرا. بس المره دي بيبايعوا الرسول وبيتفقوا معاه، مش بس ان هم
مش هيعملوا اي حاجة حرام وان هم هيعملوا كل الحاجات اللي الاسلام امرهم بيها، لا ده المرة دي بيبايعوا الرسول ان هم هيحموه وينصروه اذا هاجر اليهم. ومن هنا بدأ الامر من ربنا سبحانه وتعالى ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى مدينة يثرب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلمين بالخروج الى يثرب، خرج الكتير جدا منهم فارين تاركين وراءهم اموالهم وديارهم. وعشان تبقوا عارفين بس، الشخص الوحيد اللي خرج من مكة إلى يثرب جهرا قدام الناس ما كانش خايف من حد هو سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب وقف في مدينة مكة وقال: يا معشر قريش، إني مهاجر إلى يثرب، أنا ماشي في الطريق ده مهاجر إلى يثرب، من أراد منكم أن يرمل زوجته وييتم أبناؤه فليأتي خلفي. يعني اللي عايز منكم مراته تبقى أرملة أو ولاده يبقوا أيتام، يعني من الآخر كده اللي هيجي ورايا أنا هقتله يجي ورايا. وبالتالي كلهم تركوا سيدنا عمر بن الخطاب لقوته المفرطة وشجاعته العظيمة، وبالكده معظم المسلمين هاجروا إلى مدينة يثرب. لم يتبقى في المدينة المنورة إلا المسلمين مع قبيلة الأوس والخزرج، ولم يتبقى في مدينة مكة سوى أشخاص قليلة جدا جدا اللي احنا بنعتبرهم أشخاص الهجرة. مين اللي تبقوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صديقه أبو بكر الصديق، وأبناء أبو بكر الصديق وهي أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر، وشخصين كمان مهمين: علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه عامر ابن فهيرة، وده كان راعي أغنام وهنعرف دوره في الهجرة، بالإضافة إلى واحد كمان بس ما كانش من المسلمين، ما كانش لسه أسلم، كان واحد يهودي اسمه عبد الله بن أبي أريقط. قريش لما عرفت ان المسلمين بدأت تهاجر الى مدينة يثرب، هل يا ترى هتسكت؟ لا طبعا، قريش ادركت خطورة تجمع المسلمين، المسلمين دول لو اتجمعوا في يثرب هيبقوا خطر علينا. عشان كده حاولوا يمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم انه يوصل للمسلمين اللي في يثرب. فاجتمع زعماء قريش في دار الندوة واتفقوا ان هم ياخدوا من كل قبيلة رجل قوي شاب قوي عشان يستنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمام منزله ويضربوه ضربة رجل واحد بسيوفهم فيتفرج دمه بين القبائل. يعني إيه يا مستر الجملة دي؟ يعني من الآخر كده قبيلة قريش مش عايزة عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بني هاشم إن هم يعرفوا إن قريش هي اللي خططت بس القتل الرسول، فخلت كل قبائل شبه الجزيرة العربية تشترك في محاولة لقتل الرسول عشان ما يبقوش عارفين ياخدوا بطرهم من مين، مش هيقدروا يوقفوا أي حد. بس ربنا سبحانه وتعالى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخطتهم وأذن له بالهجرة إلى مدينة يثرب. طيب كيف خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة؟ أولا رقم واحد، أخبر صاحبه أبو بكر بصحبته في الهجرة وطلب منه إعداد راحلتين، راحلتين يعني جملين، يعني قال له استناني أنت اللي هتهاجر معايا، كل المسلمين هيمشوا بس أنت هتبقى رفيقي في الهجرة. رقم اثنين، استأجر دليلا أمينا ليدلهم على الطريق وهو عبد الله بن أريقط، ده واحد دليل في الصحراء يعني بيقدر يتحرك في الصحراء زي ما هو عايز، حافظ الطرق في الصحراء. واتفق مع الرسول أنه هو هيوصله من مكة إلى يثرب بطريق جديد محدش قبل كده مشي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه ليلة الهجرة. ليه يا مستر هيخلي علي بن أبي طالب ينام في مكانه؟ قال لي حتى يرد الأمانات إلى أصحابها. أصل القريشيين كانوا بيسيبوا دايما أماناتهم وفلوسهم وأموالهم عند الرسول، لأن احنا عارفين من أول درس اللي هو المولد والنشأة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلقب بلقب الصادق الأمين، وعشان كده كانوا بيأتمنوه على أموالهم وعلى حاجتهم. طب لما الرسول يهاجر الأمانات دي هتروح فين؟ كان لازم من وجود شخص أمين يقدر يرد الأمانات دي لأصحابها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكانه في فراشه علي بن أبي طالب، وبيعتبر كده علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام، أول واحد فدى نفسه وفدى الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى بنفسه عندما نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين المشركين وهو يقرأ قول الله تعالى من سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يراه أحد، الناس ما شافتهوش. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبو بكر الصديق وجريوا بسرعة هما الاثنين، ركبوا الراحلتين وبدأوا يتحركوا.
هيتحركوا لفين يا مستر؟ ليثرب؟ لا، مش هيتحركوا ليثرب. الخطة من الهجرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر هيختبئوا في غار جنوب مكة. الغار ده اسمه غار ايه؟ اوعى تقول غار حراء، لا، الغار ده اسمه غار ثور. غار اسمه ايه يا اولاد؟ غار ثور. اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر 3 ليالي. دول كان عبد الله بن ابي بكر بيتتبع اخبار المشركين، واسماء بنت ابي بكر تقوم باحضار الطعام لهم. ومش بس كده، كان عامر بن فهيره اللي هو راعي الاغنام اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه، كان بيرعى الاغنام حوالين الغار عشان يخفي اثار الاقدام اللي كانت موجوده. الاغنام رجليها رفيعه، لما بتمشي على الرمل بتخلي شكله مختلف تماما، فبتخفي اثار الاقدام. وبالرغم من كده برضو المشركين والقريشيين قدروا يوصلوا لحد باب الغار. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى حمى الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. يعني هما الاثنين كانوا جوه الغار والمشركين واقفين على باب الغار، وابو بكر الصديق بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لرآنا. يعني سيدنا ابو بكر بيقول للرسول لو واحد فيهم بس بص تحت رجله هيشوفنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر الصديق وقال له: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وطبعا الملائكة أخفت وجود النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين، وما خلتش المشركين يشوفوهم. وبكده المشركين بدأوا يغيروا الاتجاه اللي بيدوروا فيه على الرسول. هنا جه الدليل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أريقط، بدأ يتحرك بيهم في الطريق اللي انتوا شايفينه قدامكم على الخريطة، اللي هو خريطة رقم 14 في طريق الهجرة إلى يثرب. بدأ ان هو يمشي بطريق عكس الطريق المخالف تماما للي الناس عارفاه. وإلى أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة يثرب، واستقبله أهلها بالترحاب، وكانوا فرحانين جدا جدا. طيب سؤال، لماذا نجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو ما هي العوامل التي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم على نجاح خطته؟ أولا التخطيط الجيد للأمر. رقم 2 السرية التامة، محدش كان يعرف أي حاجة خالص. رقم 3 اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط. والأهم من ده كله هو توفيق الله وعنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عندنا مجموعة من العوامل اللي ساعدت على نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه هي يا أولاد؟ التخطيط الجيد للأمر، السرية التامة، اختيار القادرين على التنفيذ على التخطيط، وكمان توفيق الله وعنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مدينة يثرب، يا ترى إيه الحاجات اللي هيعملها؟ صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة عشان يروح يثرب ما كانش الموضوع سهل عليه، وكان كمان الموضوع صعب جدا جدا عليه، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن خروجه من مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. يعني الرسول كان حزين جدا جدا وهو خارج من مكة، بس لما وصل إلى مدينة يثرب الموضوع كان مختلف تماما معاه، لأنه هو هيبدأ في بناء دولة خاصة بالمسلمين. المسلمين كانوا فرحانين جدا أول ما وصل النبي إلى مدينة يثرب، فبدأوا يجروا حول الناقة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحابين إن هم ينزلوا الناقة عشان الرسول ينزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الناقة قامت مرة تانية وبدأت تتحرك. حاول المسلمين إن هم يوقفوها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لهم: لا، دعوها فهي مأمورة، سيبوها. وبدخول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المنطقة وفي مكان نزول الناقة، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يؤسس لبناء الدولة. الرسول عشان يؤسس الدولة الإسلامية كان لازم يعمل 3 حاجات: أولهم بناء المسجد، رقم 2 المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، رقم 3 مبدأ التعايش مع الآخر. طب تعالوا واحدة واحدة نفهم إيه القصة اللي حصلت في كل واحدة من دول. بناء المسجد، المسجد هو الركن الأول من أركان بناء الدولة الإسلامية، أقامه الرسول لأكثر من سبب. وهنا بيجي لي سؤال بما تفسر كتير في الامتحان، بما تفسر أهمية المسجد في الإسلام؟ تقول له كده: رقم 1 ليكون مقرا للحكم، رقم 2 دار للعبادة ومدرسة لتعلم الدين الإسلامي،
ومبادئ الدين الإسلامي. يبقى إذا بمنتهى البساطة المسجد ده شيء مهم جدا جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرش المسلمين إن هم يبنوا المسجد، لأ ده الرسول كان بيبني مع المسلمين المسجد. وهنا بيورينا فكرة التعاون إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يطبقها من أول يوم في وجوده في المدينة. طب بعد ما بنوا المسجد، هنا بدأت تظهر عندي مشكلة كبيرة جدا. أهل المدينة اللي هم مدينة يثرب هيخلصوا بناء المسجد وهيذهبوا لبيوتهم وهيذهبوا لأشغالهم وأعمالهم. طب والناس اللي جاية من مكة، الناس اللي جاية من مكة اللي احنا بنسميهم المهاجرين، يبقى المهاجرين دول يا أولاد هم المسلمون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. تاني مرة كمان، مين هم المهاجرين؟ هم المسلمون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. أما الأنصار هم سكان أهل المدينة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب المهاجرين دول ما لهمش مكان يعيشوا فيه، ما لهمش شغل يشتغلوا بيه، وعشان كده كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق مبدأ جديد اسمه مبدأ المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. ده الركن الثاني من أركان بناء الدولة الإسلامية، يعني كل واحد من الأنصار هيتخذ له واحد من المهاجرين أخا له، حتى يسود الحب والأخاء والتعاون ما بين المسلمين. فكان الأنصار بيتسابقوا في إيثارهم، يعني إن هم بياخدوا المهاجرين إخواتا لهم في بيوتهم. وأشهر قصة مؤاخاة طبعا عارفينها كانت ما بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان واحد من المهاجرين تآخى مع سعد بن الربيع الأنصاري، فحب سعد بن الربيع الأنصاري يقتسم معه أمواله ومنزله وحتى زوجة من زوجاته، ولكن عبد الرحمن بن عوف رفض وقال له دلني على السوق. وهنا بيوريك ان المسلمين ما كانوش بيتوكلوا على بعض، ما كانش فكرت ان انا حد هيقدم لي خدمة فانا هتقبلها وخلاص، لا ده كانوا عايزين يشتغلوا ويتعبوا ويجدوا عشان خاطر يبنوا الدولة الإسلامية. اتفضل. عندي جزء مهم جدا جدا وهو مبدأ التعايش مع الآخر. مبدأ التعايش مع الآخر هو ان المدينة المنورة يا أولاد لما المسلمين راحوا لها كان عايش فيها نوعين من الناس، وهما المسلمين مع اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم حب ينظم العلاقة ما بين المسلمين وبعضهم اللي هم المهاجرين والأنصار، وحب ينظم كمان العلاقة ما بين المسلمين كلهم في وجود اليهود. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع نظاما يحدد فيه حقوق وواجبات كل واحد هيقيم في المدينة، يحدد علاقتهم بمن فيهم في الخارج، فكتب كتاب يعرف باسم صحيفة المدينة أو دستور المدينة، في بنود كده شروط خاصة باليهود لأن دول كانوا أخطر فئة في المدينة، فكان عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن نفسه ويأمن المسلمين منهم، وكمان نصوص بيأمنهم فيها على ديانتهم وأموالهم وعبادتهم، بس بشرط إن هم هيتعاونوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة. طب تعالوا نشوف نصوص المدينة أو نصوص صحيفة المدينة دي كانت بتقول إيه. أولاً، المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من الناس. يعني من الآخر كده لا فرق بين مسلم من المهاجرين أو مسلم من الأنصار أو واحد كمان من الأعجام اللي هو واحد أجنبي دخل في الدين الإسلامي لحق بهم وجاهد معهم، كلهم مسلمين، المسلمين كلهم متساويين. الرسول فكر وخاف للمسلمين يبدأوا يتفخروا ببعض، يتفخروا ضد بعض، يعني المهاجرين يقولوا للأنصار إحنا اللي تعذبنا وإحنا اللي تعبنا عشان ننشر الدين الإسلامي، ولولا وجودنا الإسلام ما كانش انتشر. وخاف إن الأنصار يقولوا لولا إحنا فتحنا ليكم مدينتنا وإحنا اللي قويناكم وإحنا اللي نصرناكم ما كانش الإسلام انتشر وقريش قضت عليكم. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو يساوي ما بينهم كلهم، مفيش حد يتفاخر بنفسه ضد الآخر، لا ده كده خلاهم كلهم متساويين. ده مش بس كده، رقم اتنين، بدأ ينظم الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة ما بين المسلمين واليهود عندما قال لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وآثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. كل واحد خاص بديانته، ملناش علاقة بديانة الآخر. من خرج من المدينة آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وآثم. اللي حابب يقعد معانا في المدينة المنورة يتفضل يعيش معانا هو في أمان، واللي مش حابب يعيش معانا وعايز يخرج من المدينة مش هنعتبره عدو لينا، لا هو آمن برضه،
بس ما تبقاش انت ظالم وما تعملش اثم في المسلمين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلاقة وبنى الركن الثالث من اركان المدينة الاسلامية والدولة الاسلامية في مدينة يثرب. يبقى ايه هي الاسس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذها في بناء المدينة؟ اقول له رقم واحد بناء المسجد، رقم اثنين المؤاخاة ما بين المهاجرين والانصار، رقم ثلاثة التعايش مع الاخر. وبكده درس النهاردة خلص الحمد لله. الحصة الجاية بمشيئة الرحمن هنبدأ نشوف يا ترى هل قريش هتسكت على تجمع المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة يثرب، وهل هم هيسكتوا على بناء الدولة الإسلامية ولا لا؟ أشوفكم الحصة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.